وبهذه المناسبة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ. مساء الخير أستاذ طلعت. أهلا بك وبالسادة المشاهدين، مرحبا للجميع. بداية، ما هو تقييمك لحجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين؟ أول حقيقة يعني أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكركم أيضا يعني مملكة البحرين الشقيقة بالاحتفاء باليوم الوطني المجيد 82 للمملكة العربية السعودية. وفي واقع الأمر طبعا يعني الكلام يطول في العلاقة الوطيدة حقيقة بين مملكتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي تعود حقيقة إلى قرون، وهذه طبعا توجها حقيقة يعني التواصل الاجتماعي والعلاقة التاريخية بين البلدين. فلو نظرنا الله يحفظك للتبادل التجاري بين البلدين زاد بأكثر من 57% على مدى 7 أو 8 سنوات، من 1.4 مليار دولار في عام 2010 بالتحديد إلى ما يزيد الله يحفظك عن 2.2 مليار دولار في عام 2017. يعني بمعدل متوسط 800 مليون دولار سنويا، وهذا حقيقة يعتبر رقم كبير جدا بين البلدين. هل هو الطموح؟ لا طبعا، الطموح إن شاء الله أكبر من ذلك بإذن الله تعالى. طبعا مما سهل أيضا يعني التبادل التجاري بين البلدين دون أدنى شك الجسر الملك فهد الذي بدأ تشغيله في عام 1986، وطبعا التسهيلات اللوجستية ما بين البلدين، وإن شاء الله الطموح أكثر من ذلك، وستشهد المملكتين المزيد من التبادل التجاري، وبالذات أن مملكة البحرين في واقع الأمر تتميز بالصادرات غير النفطية. ولو نظرنا إلى السوق الخليجي اليوم، نحن نتكلم عن سوق تفوق 1.5 تريليون دولار تعاملاتها. في واقع الأمر مملكة البحرين تحتل مركز متميز يزيد عن 4.9 مليار فيما يتعلق بالإيرادات، عفوا بالصادرات الغير نفطية. نعم أستاذ طلعت، ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي؟ وكما نعلم أن هناك رؤية المملكة 2030 والتي تطمح إلى أن تكون ضمن مصاف العالم أو دول العالم الأول. يعني حقيقة نشرة الأخبار لم تقصر في إلقاء الضوء، لكن لعلي في عجالة، دون أدنى شك أن المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين وبالتحديد منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030 في إبريل 2016 وبرامجها التنفيذية 12، ويتشهد حقيقة نقلة نوعية في جميع مناحي الحياة، سواء كان ذلك اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، تعليميا، صحيا. واليوم الهدف من الرؤية هي أن تضع الاقتصاد السعودي من المرتبة 19 بين اقتصادات دول مجموعة 20 إلى المرتبة 15. طبعا وكما شرحتم أنتم في نشرة الأخبار بأنها تركز على 3 محاور، تركز على الوطن، وتركز على بناء مجتمع تفاعلي، وأيضا تركز حقيقة على الاقتصاد المزدهر، وكما هي معروف تقع وتربط بين 3 قارات مهمة، قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا، وبالتالي هي منطقة لهذه القارات. وبالتالي طبعا سنشهد حقيقة العديد، سواء كان ما يتعلق بالتوظيف وتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وكما هو معروف ليس بسر حقيقة وصلت إلى مستويات مرتفعة بعض الشيء مقارنة بمنظمة العمل الدولية. وبالتالي نحن نسعى إن شاء الله من خلال هذه الرؤية أن نصل إلى 7%، ونصل أيضا بالمرأة حقيقة التي أصبحت منافس قوي حقيقة وعنيد في الإيجاب حقيقة للرجل، ووصولها إن شاء الله في سوق العمل إلى 30%. والعدد من أهم القطاعات حقيقة التي تركز عليها الرؤية هو تنمية زي ما تفضلتم الإيرادات غير النفطية لتصل من 163 مليار في سنة الأساس إلى إن شاء الله تريليون ريال. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة ما يعرف بالإسميز، وهو الارتقاء بهذا القطاع لأن تكون مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 35% من سنة الأساس و 22%. يطول الحديث حقيقة، لكن مجمل الرؤية هو أن يكون فعلا اقتصاد مختلف يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعتمد على التنويع، وليس الاعتماد كما كان الوضع في السابق على إيرادات النفط.
نعم بإذن الله، وهذا كله سيعود بالنفع والفائدة على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام. إذن من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ، شكرا جزيلا لك.